هاي بيبس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. اليوم غادي نتلاقاو في اون ستوري تايم جديده، ولكن قبل انستغرام بليز باش نكبروا لا فامي ديالنا ونوليو بزاف ديال الهبيزات. لا فامي ديالنا الحمد لله غادا كتكبر وكتشجعوني بزاف بالتفاؤل ديالكم هاد الايامات، فريمون كتشجعوني بزاف باش نبوست لكم كثر وكثر وكثر وكثر. عمرها ما وقعت لي في حياتي. ام هابي، يو هابي، وي هابي. اليوم غادي نعاود لكم واحد الاستوار اللي بغيت فريمون 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 نعاودها لكم باش تعلموا منها. فاش كنت كنقرا في ليكول سوبيريور واحد النهار خرجت مع دي زامي، سيتي دي في خرجنا باش نتعشاو برا في الرباط. كنا مشينا نتعشاو في واحد البوب كانت فيه موسيقى لايف، سيتي فريمون سوبر. كانت واحد لا طابل كيلعبوا فيها البوكر، صاحبتي كتعرف تلعب البوكر مشات كتلعب مع دي جون بحال هكا كيلعبوا، وكان واحد الدراري تما سوبر سامبا باي ذا واي كتهضر معاهم. ابخي تجمعنا كاملين في اون طابل وبقينا كنضحكوا داكشي. ابخي بقينا كاملين اون كونتاكت مع بعضياتنا دي بوت بحال هكا. خرجنا واحد المره اخرى كاملين اونصامبل اون غروب، ايزيتي فريمون سوبر دوك الدراري، ظريفين بزاف 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 ومحترمين ووليدات مقاقين ولاد عائله داكشي كتشوفوها. كان واحد لو ميك تما ما غاديش نقول سميتو اوف كورس، اي هذاك انايا هو اللي بقيت كنهضر معاه بزاف بزاف بزاف. اون تي فريمون بوت ابارامون، هو ما كانش كيشوفني كبوت، كان باغي شي حاجه بلوس، مي انايا فريمون ما كانش على بالي. انا كان عندي كاملين بحال بحال، كلنا على اساس اننا دي زامي، ما كنت كنشوف فيه حتى شي شوفه في شي شكل. المهم واحد النهار انا كنت خارجه من ليكول في العشيه مع ديك 5 بحال هكاك، قال لي انايا جو باس تو بروندر او نمشيو للقنيطره، حيت هو كان عنده ان بيزنس في قنيطره. المهم غاديش نقول البيزنس سينو غادي يعرفوه حيت كيعرفوه في قنيطره بزاف. قال لي انا راه غادي نمشي من الرباط لقنيطره اليوم، نمشيو اونصاب، حيت انا كنت كندير لا نافيت لقنيطره الرباط. فداز عندي ليكول مشينا، وفي الطريق قال لي انا غادي نحبس جو فيغ ان تروك فيت في ونرجع. بعدا حبس في الكيشي، كيبان لي جبد بزاف ديال الفلوس، غادي يكون جبد زعما لو ماكسيموم اللي يقدر الكيشي يعطي هذاك النهار. وبقينا غاديين غاديين غاديين، دخلنا في واحد الدخاشوش في الرباط، فريمون الدخاشوش دوك الدروبه ما عمري ما وصلت ليهم، داير بحال ديك الدوار ديك البلاصه ما عرفتش شنو سميتها، مي دايره فريمون بحال الدوار هذوك الاحياء اللي شعبيه بزاف بزاف بزاف. مع طول لو ريسبي زعما اللي عندي لهذوك الاحياء، غير كنقول لكم اننا دخلنا في القاع ديال الرباط. حبس هو لا فواتور وهبط، مشى لواحد العماره، ماشي عماره هي دار فيت فيها ثلاثه ديال لي زيتاج، وكيعيط في التليفون ما دق ما والو، كيعيط غير شي واحد في التليفون. ابخي داك لو ميك كيطلع ليه من الفوق بلا تيشيرت بلا والو، عنده داك التاتواج، هي داك التاتواج اللي حالته حاله كيولي خضر وداك الشيء. ابخي لبس واحد تيشيرت ابيض وهبط، كيبان ليا خونا كيجبد البسطام فيه الفلوس، حتى انا قريبه ليهم زعما حبس لا فواتور قريبه ليا، كيجبد البسطام فيه الرام ديال الفلوس والاخر عطاه شي حاجه. من بعد كيدخل كيبان ليا هاز ان ساشي فيه الغبره، اوكي فيه طحين سكر كلاصي. كنقول ليه شنو هاد الشيء؟ سي دو لا كوك. اوكي جو سافي ميم با انك كيدير داك الشيء. ديال صاحبي. صاحبك علاش ما يجيش يخدر راسو؟ لا الفواتور ديالو خاسره. المهم ماشي سوقي في انايا، جو سوي ني سا كوبين ني سا سير ني حتى شي حاجه، اوني بوت ما كنتش انا عارفاه اصلا كيدير داكشي الا هو الربعه ديالو. شويه كيحبس بلا فواتور، جبد واحد لاكارت، راكم عارفين لاكوك كيصايبوها بلي كارت كيشي وداكشي. المهم كيجبد لاكارت باش غادي قال لك يجرب يشوف واش سي دو لا بون كاليتي. قلت ليه واش شويه لاباس؟ قلت ليه الا ما مشيتيش دابا حطيتيني في لاكارت غادي نشد داكشي وغادي نلوحو لك ما تشترجم. صافي السيد جمع داكشي ديالو، مشينا القنيطره، انا ما هضرتش معاه الطريق كامله. ابخي بدا كيصيفط لي ميساج، جو سوي ديزولي جو با كام سا نانانا، ما بغيتش تخدي عليا نظره خايبه نانانا. قلت انا ماشي ساقي فيك، انا سي تافي بري ما درتش انا داكشي وانت معايا، حيت انايا ما كنحملش لي بروبليم. جو ديتيست لا دروغ، لا دروغ جو لا ديتيست، ما نبغيش نكون امي مع شي واحد اللي كيدير لا دروغ. الا ما قدرتش زعما نعتقو وبغى هو يكمل في ديك الطريق ديالو، باي باي مع السلامه، انا هذاك لو موند ماشي ديالي، تو سامبلومون ماشي ديالي. جي فو تيلمون دو بيرسون اللي كيعانيو بارابور لا دروغ، اللي خسروا عائلاتهم، خسروا ديورهم، خسروا الخدمه ديالهم، خسروا فريمون كلشي، كو انا ما يعجبنيش نكون ابارت من داك العالم. اوكي سي مون شوا، ما سوقت شي واحد فيا، سوقي هذاك ضروري شويه ديال المعيور فور توداي. ولكن القصه باقي ما كملاش، مازال غادي يسخن البرح. ابخي دوك لي ميساج اللي بقى كيصيفط ليا جو ميكسكيوز. المهم صافي طوينا ديك لا باج. واحد النهار عاوتاني خرجنا كاملين اونصامبل، كنا مشينا نتغداو ناكلو الحوت في واحد الريستوران في الرباط. المهم وشويه جا عندي قال لي صافا عطيني طون تليفون، راه خصني ضروري نعيط للمونبير وتليفون يتفا وداكشي. الوغ كنا كاملين وضرب الدوره كامله باش يجي عندي، يعني للطبله باسكو ما كناش جالسين حدا حدا، وقال لي انا عطاني التليفون. المهم انايا جا ديبلوكي التليفون عطاتو ليه، مشى عيط لسونبير، المهم دار داكشي اللي غادي يدير ورجع عطاني التليفوني. دوزنا لابخي مزوينه. ابخي انايا رجعت للدار، كنرجع للدار المهم جي كونترولي لي زابيل ديالي، كنلقاه لابيل انولي، دار واحد النمره مي لابيل انولي ما فيه حتى شي سكوند، يعني ما عيط لحتى شي واحد، ما هضر مع حتى شي واحد. الوغ كو
راه غبر شي 10 مينوت عاد باش رجع. جو مي سوي دي اوكي جو سي با شنو دار ياك ما غير ما جاوبوش ومشى للتواليت ابري. المهم ماشي مشكل مي ليستوار مثلت هنايا سيدتي وسادتي. ستيد ابري بدا كيلمح ليا بانه بغى اننا نخرجوا انصامبل. بغى كي انسيستي جانتيمون افيك beaucoup de respect mais braque insister qui بقى يعيط فينك نو انا ما عنديش ما عندك شي ما كنحملوش بزاف ديال لي ميساج بونجور بون نوي. وصلت لواحد النهار اللي طلع لي داكشي في راسي جو با صافي بدا كيدير لي لونغوس داك لي ميساج ديالو وداك التلصقات وداكشي طلعوا لي في راسي. ولاو كيخرجوا ما بقيتش كنخرج معاهم ما بقيتش كنجاوب في التليفون ما بقيتش كنصيفط بلي ميساج وداكشي صافي كلشي قطعته. واحد النهار صيفط لي اون فوتو ديالي اون فوتو بيرسونيل اللي كانت في تليفوني اللي ما عمري في حياتي ما صيفطتها لشي واحد ما عمري ما حتى وريتهم لشي واحد من تليفوني. اي جو باس لا بلوبار ديال البنات غادي يكون عندهم دي فوتو اللي كنديروهم غير راسنا حنايا صوري جو سي با دي تروك اللي ما كتبغي توريهم لتا شي واحد. اوكي السيد فاش مشى يعيط لباه هذه كانت حيله غير باش نحل ليه تليفوني ونعطيه ليه. ومشى كيقلب على دي فوتو بيرسونيل ديالي باش يصيفطهم لتليفونو باش ابري يهددني بهم زعما. اوكي وي صيفط لي ديك لا فوتو ديالي سيتي اون فوتو بيرسونيل مهم اللي ما بغيتش شي واحد يشوفها. وصيفط لي لا فوتو بلا ما يدير لي حتى شي كومونتير وانا نقول ليه اوه كيل بومب. وصافي فاش قلت ليه بحال هكاك وانا ندير ليه الشلال تحما بقى كيقول لي ناري مي مشيت تصوير انا شو با كوم سا. هو يقول لي ايكوت tu sais que j'ai le numéro de ton père. قلت ليه ايوا قلت ليه بغيتي ندوزو ليك من عندي كاينش مشكل بلا ما تعذب راسك تعيط طلع في التليفون بريفي. قال لي جو لي مونتري دي فوتو il va être choqué. قلت ليه واش هاد لي فوتو انايا مع شي واحد فيهم انايا كندير شي حاجه مع شي واحد لا فيهم انايا بوحدي في الدار ياك. قلت ليه عرفتي شنو قلت ليه من الاحسن ما تهضمش لبابا. قلت ليه شنو غدير سير بوبليهم في السوشيال ميديا. قلت ليه دير فيه اكبر خير ما ربما انا ندير البوز ونولي مليونير بحال كيم كارداشيان. قلت ليه ما ربما تجي عندي شي مجله نعجبهم يبغوني ندير معاهم مودلينغ ما ربما شي شركه كبيره تعرض عليا شي اوفر ديال شي طرافاي ولا شي حاجه. قلت ليه سير بوبليهم. قلت ليه غاتبين غير على لو نيفو ديال. قلت ليه اما انايا جي غيان ابير. قلت ليه دوك سي دي فوتو ما معريش فيهم كومبليتمون وما مع حتى شي واحد كندير شي حاجه اللي ماشي هي هادي. قلت ليه وراه قلت ليه ماشي توريهم غير لبابا. قلت ليه وريهم للعالم كامل جو مون فو سي دي فوتو اللي عندي في تليفوني بيرسونيل طونك ما كندير حتى شي حاجه مع شي واحد طونك انا في الدار لي فوتو فيهم انا بوحدي مي جو مون فو. هذوك لي فوتو راه انا خديتهم جو لي زاسوم ماشي صورني شي واحد على غفله. وعشوف هو فاش جاوبتو هاد الجواب هذا صافي تشلل حشم على عرادو حيت جو سوي سيغ كنبقيت كنقول ليه نو مي فوتو ناري ها بابا كان غادي يتصر واحد الصرا غايدير ليا فو عرفتي صافي غادي يبدا ديك الساعه في التهديدات وداكشي ديال المافيا خلاتها سينا. انا يا سانسيغمون واخا كون كاع خرج لي دوك التصاور جو جور كو جو مون فو جلي زاسوم لي فوتو راه خديتهم انايا براسي صورت راسي يعني ما غاديش نحشم منهم. قلت له شوف ما تبقاش تفرع عليا راسي بالميساج بغيتي تخرج لي فوتو خرجهم بغيتي نصيفط لك وحدين اخرين اللي ما قديتيش تصيفطهم لتليفونك داك النهار بالانحطاط والنيفو اللي فيك. قلت له فريمون بينتي على ان نيفو زيرو. قلت له دوك لي فوتو خليهم عندك وبقى تطلع عليهم مره مره حيت سي لو سول مويان اللي تقدر تشوف به كمارتي من هنا للقدام. صافي هو تشلل دازو غير كلكوزور من داك الجواب اللي جاوبته ويصيفط لي ميساج جو سوي فريمون ديزولي جو سي با شنو وقع ليا جو ميكسكوز انا غير لا فروستراسيون ما عمر شي وحده ما قالت لي نو انا ما جاوبتوش درت ليه بلوك 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 بلوك. المهم حنا راسو يس اكسكوزي من داك النهار ما عاودش شفت كمارتو ميم صحاباتي ما بقوش كيخرجوا معاهم واخا هما صراحه اي زيتي تري سامبا ابار هاد الفضيحه اللي دار هذا سبوش كان في كامل القوى العقليه ولا ما شنو قال ليه راسو. مي بون بحال انايا دريتو في خاطرو زعما قصتو في كرامته حيتاش ما بغيتش انايا اكثر من لاميتي معاه. انا ما كنشوف حتى شي قصه في الكرامه في هذه القضيه هذه. بيبس ما عمركم ما تعطيو تليفونكم لشي واحد هذا هو المورال ديال ليستوار. ما عمركم ما تعطيو تليفونكم لشي واحد لا صحابات لا صحاب لا ثقه في عتيقه ابار بيان سور لي زامي اللي كيكونوا بحال خواتاتكم كتكونوا ثاقين فيهم 100% دي زاني ديال لاميتي وداك الشيء. سينو يقول لك شي واحد ابل ما عمرك ما تعطي لشي واحد تليفونك ويمشي به ما يبقاش قدامك نيفر ايفر ايفر. التليفون كيكونوا فيه شي حاجات لي بيرسونيل اللي ما بغيو حتى شي واحد يشوفهم لحسرة عادي يصيفطهم ويوليو عنده لا ميساج لا تصاور لا شي حاجه بيرسونيل. ما عمركم ما تخليو تليفونكم عند شي واحد ديما الكود 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 اختي. ما عمرك ما ديفيغوي تليفونك وتعطيه لشي واحد ويمشي به حيت ما كتعرفيه شنو يقدر يدير فيه يقدر ياخذ ليك اي حاجه. داك التليفون كيكون بوكس
في حياتنا كامله. يعني بلا اللي بغى يعرف عليك اي حاجه يمشي يقلب لك في التليفون، لا بلوبار ديال الوقت كيلقى شي حوايج اللي انت ما كتبغيهمش يخرجوا. ما عمركم ما تعطيو تليفونكم لشي واحد بلا الحضور ديالكم. انا كنوصيكم وكنعاود نوصيكم، سي ايبر امبورطون. وحاجه اخرى، انا هادشي اللي وقع لي ست دي فوتو اللي خديتهم انايا لراسي، انايا كان عندي في تليفوني، انايا جاسوم 100%. ولكن نتوما ما عمركم ما تصيفطوا دي فوتو اللي في شكل بلانجري ولا شي حاجه لشي واحد، دي فوتو اللي ما عرفتش عليها انايا ولا ما عرفتش شنو كديروا نتوما في حياتكم. ما عمركم ما تصيفطوهم لشي واحد، واخا تبقى تقولوا هذا راه هو الحب، هذا راه هو الحياه، ما كاينش احسن منه. ما تصيفطوش تصاوركم حيت بلا ما كيقدر يتقلب، ومن شي واحد اللي في نيون تاكليه كيولي ان مونستر. كاين شحال من بنت حتى هي كتكون عارفه شحال على صاحبتها، وكتوصل لواحد الوقت كتقلب عليها وكتبقى تهددها. المهم هادو الناس اللي منحطين واللي كيعبروا على النيفو ديالهم، ولكن نتوما حميو راسكم باش ما تطيحوش في هاد الفخ اللي كيديروا هاد الناس الزباله. وصافي ماي بيبس، كانت هادي ستوري تايم ديالنا ديال اليوم، كنتمنى فريمون تكون عجباتكم. ما تنساوش تابعوني في انستغرام بحال ديما، وانا كنصيفط لكم بوسات كبارين، كنقول لكم حتى لا فيديو جايه. بيزو بيزو، باي باي.